السلام عليكم خواتاتي، اليوم ندير لكم طبيخه جزائريه معروفين بها في الوسط الجزائري. نبداو على بركه الله، نقول لكم واش فيها المقادير. فيها بطاطا، فيها طماطم طايبه، فيها قليل من الجزر واللفت، والكون الرئيسي فيها اللي هو بزاف لازم نديروه هو القصبر، يعيطوا له القصبره في الشرق في وسط في المشرق، والثوم، ثوم مرحي. وعندنا كي نطيبوها نص طياب نحلو عليها، نزيدو لها كمية كاس هكذا تاع قهوة تاع روز. شوفو خواتاتي شللتو روز مفور، والكرم، الكرم قطعناه هكذا فقط صغار، راه معروف الكرم. نحيولو غير خواتاتي هذيك الورقه برك، هذيك الخشينه اللي تجي هنا نقصوها ونقطعوه هكذا. ولي زيبيس عقاقي واش فيه؟ فيه طماطم معلبه، فيه عكري، هي البابريكا، راس الحانوت، وكركم، وملح. نديو على بركه الله، حطوا الزيت يسخن، نبداو نحطوا البطاطا تاعنا، نزيدو لها كمية معتبرة من الثوم المرحي، البطاطا والجزر، طماطم طايبة حتى زوج حبات كبار، طماطم تاع البواطا اللي هي طوماط كونسونتري الفرنسية اللي ميعرفش العربية، قليلا من الكركم اللي هو مفيد للصحة، راس الحانوت، هي مجموعة من العقاقير اللي المشاريق بالك ما يعرفوش هي، عكري اللي هي البابريكا، والملح. وسر الأكلة هذه القصبر، كمية معتبرة مليحة من القصبر. ونقليوها مليح خوتاتي هكا حتى يدخل لها البنة الطياب تاع الخضر. بعد كي نقليوها يا اخي جهد ما يتغطلنا الخضروات برك هكذا، ونغلقوا عليها، ومن بعد في نص الطياب نعاودو نفتحو ونوريكم كيفاه نكملو نديرو الكرم والرز نفور. طيب الناس واسوه كيما قلت لكم، ها في نص الطياب تاعها واش نديرو؟ ناخذو هذاك الكرم تاعنا نحطوه هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا هو برك، ومن بعد ناخذو ها هو الرز تاعنا اللي شللناه برك، رز مفور، ها كمية تاع فنجان تاع قهوة، هذا كاس قهوة هكذا، ونخليوها دوكا خلاص نغلقو عليها حتى في صحن التقديم نوريها لكم. ما بقالهاش من با واحد 20 دقيقة هكاك وطيبن. شوفو خواتاتي كيف دارت مجمرة الكرم والقصبر كما قلت لكم، ونشبحوها بشويه قصبر، هو القصبره هكذا هكذا، واللي يحب يزيد لها الحار باه تزيد له البنه يزيد لها الحار. ويعطيكم الصحه خواتاتي على دعمكم لي ومشاركتكم في قناتي، وان شاء الله ندعموا بعضنا بعض ونشتركوا في قنواتنا بعضنا بعض. ويعطيكم الصحه وشهيدكم في الجنه بهذا الطبق ان شاء الله، ومتنساوش تفعلوا الجرس، وبقوا على خير.